أودعت بعضا من المال في شركة الذهب وذلك للبيع والشراء في هذا المال مقابل 10% أو 1% لازم من الربح للشركة، مع العلم أن الشركة لا تضمن الربح ولا الخسارة. أودعت بعضا من المال في شركة الذهب وذلك للبيع والشراء في هذا المال مقابل 1% من الربح للشركة، مع العلم أن الشركة لا تضمن الربح ولا الخسارة. هي تعاقدت مع الشركة على أنها تعمل في ذهبك أو في فضتك أو في دراهمك الورقية، تعمل فيها ولها 1% في الربح والباقي لك فلا بأس، 1% يعني 10% لا بأس. إذا عملت الشركة بيع وشراء وحصل فائدة عقدتها 1000 حصل في 100 يكون لها ريال من 100 لا بأس. أما أنها تأخذ ريال من 100 من رأس المال أو تضمن لك ريال في 100 ما يجوز، لكن إذا كان من الربح تعمل على أن يكون من الربح 1% أو 5% أو 10% المقصود شيء معلوم، شيء مروم مشاع يعني.